اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الارنبيط له موقف معانا في المطبخ المصري بالذات. ستات مصر شطار جدا في عمل الارنبيط مقلي بتفاصيله كلها، وانا اشهد بكده. الارنبيط النهارده هعمله مقلي، ولكن هعمله بصلصه الطرطور. الطرطور ده اللي هو الطحينه، بس طحينه على طريقه المغازي، بتاخد بقدونس وتاخد تفاصيل كتيره قوي، وهي البطل في الاخر. الارنبيط يفك مننا ما يفكش مننا في قلب الزيت واحنا بنقليه، اكيد في تفاصيل هنشوفها مع بعض. معانا النهارده الكشري الاصفر اللي واخد شعار المطبخ المصري والطعم المصري في اي مكان في العالم، اللي هو العدس الاصفر من خير مصر والرز المصري. الطبقين دول النوعين دول مع بعض لما بيتجمعوا في حله لها تفاصيل كتير ولها حكايه كتير قوي. انا هعمله النهارده بطريقه وهضيف لها لحمه مفرومه وبيض، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، حاجه كده لطيفه وجميله ويبقى فيه كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم حسب مراحل العمر وكمان الصحه. معانا السفره اللطيفه دي محتاجه اكيد حاجه تساعد على الهضم وتفتح النفس زي سلطة الخس بالزبادي أو باللبنة، أكيد برضو لها تفاصيلها مع توم وزيت زيتون، حاجة كده نوع من أنواع المقبلات لطيفة على المعدة، ومن نفس الوقت من السلطات الشتوية بوجود الخس البلدي بتاعنا اللطيف الجميل، وده موسمه. مش عايز أطول حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة النهاردة ومعلومة غير معلومة وإجابة أسئلة من خلال السوشيال ميديا ومتابعة صفحة أكلة أمي والصفحة الرسمية للقناة الأولى، وبنجاوب عليها عملي وإحنا شغالين في الحلقة. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن بطعم تاني. أنا عارف إن حضراتكم شطار جدا في عمل الكشري الأصفر، سواء أهل الريف المصري أو الصعيد المصري، اللي بوجهله تحية كبيرة هنا من على الكورنيش من مزبيرو. الكشري الأصفر إحنا شطار في عمايله، بنعمله بزيت بزبدة والسمنة البلدي هنا بتقول كلام في عمايله. خلينا نشوف نعمله النهاردة بطريقة جديدة وتركاية المغازي إزاي أدخل فيه عناصر بروتين حيواني زي لحمه مفرومه ضاني او كندوز مع بيض مسلوق اللي هو البيض المدحرج. المقادير على الشاشه مخرجنا الجميل، عدس اصفر من خير ارضنا مسلوق سوري مغسول وبعد ما اتغسل صفينا ميته. رز مصري برده اتغسل وصفينا ميته. لحمه مفرومه اللحم المفروم اللي معايا كندوز نسبه الدهون فيه تقريبا 20 لـ30%. بيض مسلوق. البهارات بتاعتنا شويه ملح شويه فلفل ولا رورو ومعلقتين من الزيت ومكعب زبده او معلقه سمنه، دي الماده الدهنيه اللي هستخدمها. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بتفاصيل صغيره، ولكن الاكيد والمؤكد ان هيكون طعم تاني. معلقتين زيت في قلب الحله، حلو قوي. بنحط معاهم مكعب زبده صغير كده. وليه دايما بيقول لك بتحط الزبده مع الزيت؟ السؤال ده اتسالناه قبل كده، عشان يا عم الشيف الزبده ما تتحرقش. شوف التفاصيل هنا، التفاصيل اهي في قلب الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. الرز المصري نازل على الزيت مع الزبده. اقلب في الرز ده مع الزيت والزبده لغايه لما الرز يشرب الماده الدهنيه، سواء زبده سواء سمنه حسب اختيارك. شفت الجو ده كده؟ تقوم حبيت الرز هنا شخصيتها تقوى وطعمها يروح في حته تانيه. اتغير لونها؟ اكيد طعمها بعد ما يستوي هيبقى له طعم تاني خالص. طب ايه فكره انك تقلب الرز المفلفل؟ فكره ان انا اقلب الرز في ماده دهنيه على النار كده عشان الرز يبقى مفلفل، لان الرز يا اخوانا غني بالنشويات والكربوهيدرات، والرز لو ما تعملناش معاه بذكاء هيعجن منك ومش هيبقى مستوي. سبحان الله. والله تعملوا رز ويبقى معجن ومش مستوي. ليه بقى؟ الكربوهيدرات والغطاء الخارجي لحبات الرز او الكفر الخارجي لها داب نتيجه انك حطيتيه في ميه وحبات الرز لسه فيها العضه او القرشه بتاعته، فده مهم جدا على فكره. فازاي حبات الرز تستوي وتاخد وقتها في السوى؟ اكيد لها خبره طهويه. الدليل على كده ايه؟ وايه البرهان لكده؟ وايه المعطيات بتاع الكلام ده؟ لما بنعمل حله رز وتتحرق منك ويفضل في ارضيتها شويه رز، تقومي تقولي ايه؟ احط فيها شويه ميه واغسلها بكره. ما انت بقى ذكيه ما شاء الله عليك، اتعلمت من ماما كده، فتحط فيها ميه وتسيبها لبكره، تخش على المطبخ تلاقي حله الرز مختلفه، مش هي دي بتاعت امبارح، شويه الرز اللي كانوا في ارضيه الحله بقى قد كده اتنفخوا،
هي نفس القصه في معده جوزك ومعده اللي ياكل. الرز لو مش مستوي وكلتيه مش مستوي اتخمر في المعده، شربنا ميه تلاقي الواحد بطنه قد كده، مين ايه مش شويه رز كاله؟ ما هو ما استفادش، ولا الرز استوى ولا خد وقته في السوى ولا خدت الميه الكافيه لتسويه الرز. هننزل بالعدس ده كده. التفاصيل اللي بقولها دي وبخش في التفاصيل دي علشان تعرفي انت بتعملي ايه، وده المهم دلوقتي الثقافه الغذائيه، لان صحتنا دلوقتي لازم نهتم بيها علشان نقدر ان احنا نفكر كويس ونشتغل كويس، لان يقول لك العقل السليم فين؟ في الجسم السليم. نقلب كده. ده رز مصري، عدس مصري، ايد مصريه بتقلب. ايه بقى اللي ناقص كده؟ اهو الطعم اهو. ورقتين لورا، والله عايزه تحط حبهان، انت رايحه في سكه تانية، رايحه في المطبخ العربي الخليجي. الاكله دي واخده يعني مزيج ما بين مصري وخليجي. ايه البهارات بتاعتنا؟ شويه ملح بس. لان انا هنا الطريقه اللي اغرف بيها الكشري ده هتعجبك دلوقتي على فكره. حطيت الملح، حطيت ورق اللورا. خلي بالك في حله ميه بتغلى على النار جنبك اهي، بص عليها كده اهي. ما ينفعش احط ميه ساعه، لا مش هحط هنا بقى. الله عليك يا شفيق، هو ده الكلام، هو ده الكلام. البوكيه جرنيه النهارده ملوش مكان بينا. ليه بقى؟ لان لو حطيت خضار، حطيت كرفس، حطيت بصل، حطيت ثوم، هيغير من طعم الكشري اللي انا بعمله. انا عايز الرز هنا بشخصيته والعدس بشخصيته، فلازم احط ميه من الحنفيه تكون سخنه، سوري يعني اغليها على النار او براد بيغلي عندك في المطبخ، او ميه بتغلي زي اللي معايا دي كده. بس بعد ما احمص الرز مع العدس كويس، حطيت له الملح، حطيت له ورق اللورا، واقلب كده لغايه لما حبايه الرز تدفى مع حبايه العدس والاثنين يتعرفوا على بعض ويبقوا حبايب، بما ان هم من ارض طيبه الاثنين مع بعض. زي الفل يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. نعمل ايه بقى؟ صل على الحبيب. بيسالونا على السوشيال ميديا مقادير سلق الرز قد ايه؟ لغايه دلوقتي هنسال الفراخ البانيه تتعمل ازاي؟ والمكرونه بالبشاميل تتعمل ازاي؟ وعيار الرز؟ انا مش هحط عيار هنا. انا هعتني اصب ميه لغايه لما مخرجنا يقول لي ارفع ايدك انت مصري. بص على الحلاوه، بص على العدس بيتكلم مصري. خلص الكلام. نقلب. العيار ايه بقى هنا؟ في حاله غسيل الرز وتصفيه ميته وتركنيه على جنب نص ساعه، وفي حاله غسيل العدس وتصفيه ميته وتركنيه على جنب نص ساعه، وفي حاله تقلبهم الاثنين على النار لمده 5 دقائق، عيار الميه هنا بيكون بسوى 1 زي ما انتم شايفين كده. زي الفل. هنغطيه. والمثل الشعبي يقول لك ايه بقى؟ الكلمه الحلوه في القعده الحلوه، قعده العرب دايما يقول لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي، يعني اقعد في القعدة كده تقيل ما تتكلمش غير لما يطلب منك تتكلم، فاتقل على الرز لما يستوي. هنوطي عليه النار. اوعي توطي النار على الرز غير لما يغلي، حذاري ما يكونش يغلي وتوطي النار، هيعجن منك ومش هيبقى لطيف خالص. هدينا النار. طيب عايزين نعمل اللحمة المفرومة بتاعة الرز. معانا طاسة شديدة الحرارة، بنحط معلقتين زيت زيتون. انا دلوقتي ايه؟ هعصج لحمة كأنك هتعملي صينيه رقاق، كأنك هتعملي صينيه جلاش، كأنك هتعملي مكرونه بولونيز، كأنك هتعملي مكرونه بالبشاميل، وهكذا من القبيل. معلقه سمنه، وعصق شويه لحمه مفرومين مع بصله وتومه كده، نشوف هنعملهم مع بعض ازاي. البصلايه ناعمه، والعدس بيستوي مع الرز، لان ده محتاج يستوي على نار هاديه، خلي بالك مش سلق بيض، بما ان احنا معانا بيض مسلوق النهارده. ونقلب دول كده مع بعض، نشيل دي من هنا، نشيلها من هنا. طيب الرز احتاج منك ميه وانت بتقلبي. شفت النار زادت معاك شويه، ما تجيش بقى ميه ساعه وتحطي، لا لازم تزودي الميه سخنه، خلي بالك، وتظبطي الملح. كل دي التفاصيل لازم تكون موجوده، عشان لازم شويه الرز دول يتظبطوا بالطعم اللي انا عايزه. هتاكلي صوابعك وراهم مع طبق سلطه خضراء وتعشته زي الفل. ودي اكله مصريه معروفه. بصلايه على النار، معلقه زيت مع معلقه سمنه حلوه كده، واغذي البصلايه بشويه بهارات حلوين منهم الورق اللورا،
منهم البهارات الحلوة، ملح وفلفل كمون كزبرة، بما ان الاكلة مصرية ما تحطش بقى زعتر والجو ده خالص، ملح وفلفل وكمون وكزبرة. ما هي الاكلة لازم تديها البهارات يا اخوانا، والتوابل اللي تشتريها من عند العطار هي اللي بتاخدك من بلد لبلد ومن مطبخ لمطبخ. عايزة تروح الصين هتروح على السوبر ماركت وتجيبي صويا صوص وزيت سمسم، عايزة تروحي على اليابان هتروحي تجيبي صويا صوص وصلصة المحار وزيت سمسم، عايزة تروحي على إيطاليا حلو قوي تشوف الدنيا هناك عاملة إيه، هتروحي على زيت زيتون وزعتر روزماري حبق ريحان أخضر، كل دي التفاصيل، زائد طبعا بقية الماتيريال بتاع المطبخ إذا كان لحمة وبصل وتوم وهكذا، ويا سلام لما يكون من أرض طيبة. عايزة تروحي على المطبخ المصري، كمون كزبرة فلفل حار شطة فلفل هلاينو بتاع فلفل أردعوتي الجو اللي احنا عارفينه ده كله. عايزة تروحي على المطبخ العربي الخليجي تبقى تاخد الحبهان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار، القرفة، عندك كمان اللومي والحاجات الجنزبيل، وطبعا العسل والحاجات اللطيفة. يا نعم أنا معاك، الحبق هو ده السؤال الحلو. الحبق ده حاجة كده بتعم الزعتر والريحان، بيبقى طعمه لطيف جدا، بيشارك في عمل المشروبات والشاي، طعمه قوي جدا، ابن عم الايه الريحان والزعتر. ده مشهور جدا في الشام يعني. شايفين التقليبه دي كده بصلايه خد الطعم، ننزل باللحمه المفرومه. ورقه الحبق بالمناسبه سأل مخرجنا بتبقى زي ورقه النعناع دي معانا كده، ورقه خشنه شويه فيها خشونه غير ورقه الريحان، وان شاء الله هنجيبه لحضراتكم ونشوفه مع بعض ايه عملي. اللحمة المفرومة نزلت، فص توم محترم، اللهم صل على النبي. انا دايما بنزل بالتوم في الاخر عشان ما يتحرقش ويمرر لي الايه الحاجة اللي انا بعملها، ربنا يكفينا شر المرار. واقلب اللحمة كده، انا عايز اعصق شوية لحمة حلوين لهم طعم، عشان وانا بغرف الكشري دلوقتي هيعجبك الشكل، هيعجبك البرزنتيشن، هغير من شكل الكشري بس مش من طعم الكشري، خلي بالك انا هغير من الشكل تقديم ولكن من الطعم لا، الطعم لازم يكون طعم مصري لان البصله والتومه والعدس والرز مصري. هنقلب دول كلهم مع بعض كده، هياخد شقشاء ميه مغلي. ليه بتحط ميه مع تحمير اللحمه؟ عشان افتت الانسجه من بعضيها وما تبقاش معايا معجنه وما تبقاش ببرغله وما تبقاش بكلكعه. خلص الكلام، يلا وغطيها. نتيجة تصاعد البخار والأبخرة هيعمل إيه يا عم الشيف؟ اللحمة دي فيها دهون هي اللي مخليها مكلكعة كده، فالبخار ده هيطلع، يطلع اللحمة دي تلاقيها كلها فكت من بعضها دلوقتي وفي إيدك زي البرغل. زي إيه يعني زي في إيدك زي البرغل؟ يعني البرغل حبة البرغل بتلاقيها حبة خشنة، اللحمة دي هتلاقيها على فرمتها بقى، فرمة ناعمة هتلاقيها لحمة مفرومة نعم، هتلاقيها فرمة خشنة هتلاقيها فرمة خشنة، بدأت تفك معايا زي الفل. بعلمك حاجات تقف في المطبخ كده زي ما قالت الست أم كلثوم، وأوصيك الخطوات يمشي ملكا في مطبخك، مفاتيح السعادة الزوجية. المطبخ ده يا اخوانا هو حديث العائلة، المطبخ ده يا اخوانا هو مفتاح السعادة الزوجية والعائلية، المطبخ ده اللي ممكن تقولي من خلاله كلمة حلوة لحماتك، المطبخ ده يا اخوانا اللي ممكن نصالح بيه عائلة كلها على بعضيها، أكلة حلوة اتعملت، في خصام بين حد في العائله، والله يا حبيب قلب النهارده، والله يا عمو، والله يا خالو، انا عامله لك الاكله اللي انت بتحبها. خلص الكلام، خلاص ده بالتلج، انا عامله لك الاكله البتنجان اللي انت بتحبه. خلص الكلام، عامله لك الاكله الكشري اللي كنت بتحب تاكلها من ايد ماما الله يرحمها. خلص الكلام، مش هنجيب بقى الماضي، هننسى الماضي ونخلينا في الحاضر. حابب تطلع فاصل يا شفيق ولا نكمل؟ يلا ناخد بعدين ونطلع فاصل ونرجع لتفاصيل الاردبيط. الأكلة المصرية مهما نطور فيها هي مصرية والطعم مصري والأرض مصرية. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للأرنبيط. لما نيجي نعمل الأرنبيط يقول لك والله أنا مش باكل الأرنبيط، عندي مشاكل مع الكولون، مشاكل لما باكله بيعمل لي انتفاخه. ده واضح، سبحان الله، الارنبيط علاجه بسيط جدا في مشاكل الكل، شويه كمون
بس احنا بنستخدم الكمون باستخدامات غلط في ان احنا يعالج مشكلة القولون، اللي هو ايه؟ يغلي مع الفول، يمرر الفول ويفقد المادة الفعالة او الزيوت الطيارة اللي بتساعد على طرد الغازات. فما ينفعش ان انا احط الكمون يغلي خالص. نفس القصة اللي هعمله دلوقتي مع الارنبيط، ازاي اخلص الارنبيط من المادة او من الغازات بتاعته واستخدمه صح، واكل منه طبق واتنين وتلاتة مع الطرطور مع المايونيز مع الكاتشب مع اي صوص احنا عايزينه بدون اي مشاكل. نشوف الارنبيط المقلي النهارده مع صلصه الطرطور. ايه هي؟ ارنبيط طحينه، تومه، شويه كمون مطحونين فريش، وبصل، وشويه معلقات فلفله حلوه هريسه حمراء، اضافات يعني لازم منها حسب الرغبه، ودي بتعلم من الاكله. مقادير على الشاشه اكتبيها زي الفل، لا تتعدى اصابع اليد العشرة، ولكن الارنبيط ده كبار السن هياكلوا منه وصغار السن هياكلوا منه. نعمله ازاي مع بعض؟ حلة أو بولة إزاز كده هحط فيها شوية كمون وشوية ملح. كمون مطحون، تلاحظ إن الكمون خشن أهو لسه ريحته فيه. أهو تعرفي الكمون إزاي فريش؟ لما تمسكي شوية الكمون كده وتفركوهم بإيدك كده وتقربوهم كده تشمي، شميتي ريحة إيدك فيها كمون اعرفي إن لسه الزيوت الطيارة في الكمون. ما شميتيش ريحة الكمون اعرفي إن الكمون ده وجوده زي عدم وجوده، لا بينفع ولا أي حاجة. خلي بالك اللي بقوله ده مهم جدا، البهارات بتجيبيها وتركنيها عندك في المطبخ ملهاش اي لازمه، بتقعد بالست شهور وتقولي انا عامله اكله مكسره الدنيا. البهارات هنا خلاص تاريخ صلاحيتها انتهت، سواء كمون ولا كزبره بالذات اللي فيهم زيوت طياره. اما الفلفل الاسود يمكن عمره طويل شويه. تاني الكمون عشان نستخدمه ويعالج مشاكل القولون احط شويه كمون بايدي كده للتاكيد يعني للتست. شميت ريحه الكمون يبقى الكمون تمام وزي الفل وربنا يكرمنا فعال. حلو الكلام؟ طيب حطيت الكمون، حطيت الملح، حطيت عصرة ليمون. التركاية دي علشان نتخلص من مشاكل الأرنبيط، ده ليمون وكمون وملح. حلو قوي. ماء بيغلي اهو، اللهم صل على النبي. نحط المية المغلية هنا. اه ما حطيتش الكمون يغلي على النار. اهو 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 اهو. حلو الكلام. هتعمل ايه يا مغازي؟ هناخد الأرنبيط ده كده نسقطه في قلب المية المغلية لغاية لما نجهز له الايه؟ التوبنج بتاعه. ايه هو التوبنج بتاعه؟ خلطة المغازي. بتعمل ايه احسن مني؟ انا واثق والله. تعالى دلوقتي بتقول الارنبيط ده انا بعمله جوزي بياكله كله. ده الارنبيط بعمله الاولاد بيكنسوه من على الطبلية. عايز تشوف الكشري؟ العب. هو ده. كشري ولحم مفرومة، الطبق ده خلي بالك جامد جدا. هغرفه دلوقتي هيبقى ايه؟ لوحة فنية. بيكاسو. مش بيكاسو ده برضو بصور شاطر ولا ايه؟ حلو. ناخد كده الارنبيط. شفت انا بعمل ايه؟ بحطه في ميه مغليه، مش حطيته على النار يستوي، ده هيتقلي. فوجوده في الميه المغليه مع المعالجه اللي انا عاملها دي اللي هي كمون وملح وعصره ليمون اكيد لها هنا ايه؟ موقف. واضغطهم كده جامد. موضوع مهم جدا على فكره. دول كفاية على قد المية. تمام، هنشيل ده كده ونخلي دول كده على جنب. حلو قوي. طيب خليهم بقى كده نص ساعة، حطهم في التلاجة، خلوهم بره في المطبخ في درجة حرارة المطبخ، مفيش أي مشكلة. بس الخطوة دي مهمة جدا على فكرة. على فكرة المية سخنة جدا بس انتوا تستاهلوا يعني. تعالوا مع بعض نعمل خلطة المقلي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي. بولة زي دي كده، انا عامل خلطه جديده بقى وسماها في الكراسه اللي اتملت عندك والكشكول اللي خلص جاب الجلده، خلطه المغازي لقلي الارنبيط. ما نتكسبش، ايه المشكله؟ حقوق الطبع لدينا وبس. هو احنا المشكله انا بتعلم لغايه دلوقتي وهموت وانا بتعلم، والواحد لما يتعلم مش عيبه، بس اهم حاجه ان احنا نتعلم. خلطه الارنبيط دي خلطه المغازي، ده زعتر ابو سمسم السوري اللي موجود في المحلات السوريه وفي السوبر ماركت. بتلاقي خلطه كده عامله زي الايه اللي بنشوفها مع الكحكة ابو سمسم. الدقة سمسم وزعتر ريحته حلوة قوي. شوية سمسم مع زعتر حطيته. حلو الكلام. تمام. طيب معانا نشا ودقيق قد ايه يا شيف؟ خدي بقى المقادير دي بالظبط عشان ما يبقاش يابس معاكي يعني ناشف، ولا يبقى معجن معاكي.
اخبار الزيت ايه؟ اوعى تغزلني. هنحط هنا من الدقيق 1 2 1 3 1 4 5 خمس معالي دقيق. طيب حاضر، خمس معالي. كم معلقه نشا؟ شفت المعلقه الهرمي دي كده ايه؟ 1 2 ونص، يعني كل معلقه دي بتاخد نص معلقه نشا. لاحظوا بس، فهموا، شوفوا بس الموضوع ماشي ازاي. خمس معالق دي هرمي، يعني شكل الهرم كده، حطيت عليهم معلقتين ونص من النشا هرمي. حلو الكلام؟ ايوه. واحط عليهم شويه كمون، خد بالك من الحته دي بقى، كمون هنا وهنا، انسى القرنبيط ده يعمل مشاكل. نحط فص ثوم ني، زي الفل، فص ثوم ني. هنحط معلقه فلفله حلوه. ايه الشغل الجامد ده يا شيف؟ اهو اكتبها المغازي بالله عليكي، ما تزعليني منك، انا بزعل قوي عشان حقي ما يضيعش. اهو دي فلفله حلوه. وشويه الملح. يبقى انا حطيت ايه؟ كمون وملح والزعتر في البدايه، وهحط يا عم الشيف شويه فلفل اسود دي في الخلط. واحط شويه كركم مع بابريكا. كركم وبابريكا، ادي البابريكا وادي الكركم. حلو قوي، تمام. وميه ساقعه، ويا سلام لو فيها مكعبين من التلج تبقى لطيفه وجميله. عايز تشوف الرز؟ المال الحلال ما بيتحرقش يا شفيق. انا عارف انا عامل ايه، حبيب قهرتي. شفت الرز عامل ازاي؟ شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ واللحمه المفرومه جاهزه، والبيض مسلوق عندي. طريقه التقديم هسيبها دلوقتي حالا زي الفل. ميه ساقعه ومضرب، اللهم صل على النبي. ميه ساقعه ومضرب، مش ميه سخنه، خلي بالك. ونقلب الخليط ده كده. دي الخلطه بتاعت المغازي، اكتبيها بالله عليكي، هقولها تاني بسرعه دلوقتي وانت شغاله معايا. نجيب هنا بيض، الله، 1 2 تاني. خمس معالق من الدقيق، معلقتين ونص من النشا، ونفس عيار المعلقه اللي بتعبي بيها الدقيق تعبي بيها النشا. حطيناهم مع بعض مع زعتر، ودي تركايه المغازي، زعتر ابو سمسم. حلو الكلام، معروف في السوبر ماركات. حلو. لسه ما خلصتش، نقلب. هوريك القوام دلوقتي اللي تقدر تحط فيه القرنبيط وينزل من من هنا على الزيت على طول. شويه ميه كمان. خلص الكلام، نشيل ده كده. لسه في تركايه تعظيم سلام ليها، ايه هي؟ اللهم صل على النبي. قليل من الشبت كده، باي غازات ملهاش مكان بينا. شويه كزبره خضراء في قلب الخلطه، واقلبهم مع بعض تاني. سمي الخلطه دي المغازي، واكتبيها على باب التلاجه. الزيت هنا شغال معايا زي الفل. كل القصه ان انا هاخد القرنبيط ده يا عم الشيف اصفيه من الميه او من المحلول او الماده المعالجه بتاعته. حلو. ما تاخدهاش من هنا على الخلطه، خلي بالك. عشان الميه هنا هتفصل معاك الخلطه دي. تتاكدي انك صفيتيه من الميه كويس. كده انا ايه محضره. على فكرة القرنبيط ده لما بتجيب القرنبيط من الريف المصري بتاكل ني. اخواننا الاجانب والشوام ياكلوه ني في قلب السلطة، بيسموه الزهرة، غير البروكلي. حلو، لازم نفهم المعلومات دي كلها. القرنبيط جاهز كده، نروح عند الزيت ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. وناخد ده كده ونقف هنا كده بس، خلاص مش هعمل حاجة. تعالوا نغرف الكشري مع بعض. حلو الكلام؟ هنغرفه ازاي؟ طريقة جديدة لطبق بيتكلم مصري بكل تفاصيله ومكوناته. ورقة زبدة،
ايه شيف مجدعه في الكشري ده، امي تعمله وتيجي غرفه الطبق ونقعد ناكل بألف هنا وشفا ونلم العيله، تجيب لي بقى ورقه زبده، جيب لي صينيه وتعمل لي افتكاسات. اعمل كده تجديد يا اخي، تغيير يا اخي، قدم الطبق بشكل جديد يا اخي. ايه المشكله؟ ده بيض، بيض مسلوق، حطها كده كده. ده بيض مسلوق، حطها كده كده. معايا بالله عليك، حطها كده. بيض مسلوق مش اختراع، ودي تتحط كده العكس. زمان شغال كده. اصبر على رزقك شويه عشان انا بعمل اختراع النهارده. النهارده يوم الاختراع، يوم الابداع، يوم المزاج الحلو. ملناش حاجه؟ لا تفاصيل معانا يا شفيقة، ما تزعلنيش منك بالله عليك، انا بحبك حبيب هارتي. ناخد اللحمه المفرومه، ننزل بقى هنا. يا ويلي، ايه ده يا شيف؟ ايه ده، انت خدتنا في مكان تاني خالص. واللحمه تتوزع بالشكل ده كده، براحه علشان البيض ما ايه، ما يتهزش من مكانه، ما يهزك ريح يا ريح. حلو الكلام؟ لسه ما خلصتش. معانا مغرفه الرز، اللهم صل على النبي. نعم، عينيه اعمل لك كل حاجه انت حبيبي. عايزين ايه؟ مغرفه الرز، اقطع لك ايه ورق الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بتبقى ورقه الزبده بزياده عشان لها هنا تركايه. ايه هي يا عم غازي؟ عشان ورقه الزبده دي اللي هتديني الشكل الهندسي اللي انا عايزه. اشيل دول كده وبايديا كده اساوي كده. حلو الكلام. واخد الكشري بتاعنا ده كده اللطيف ده كده. الله. وحطه بالراحه كده. الله على ريحه العدس المصري مع الرز المصري لما بيتحدوا الاثنين مع بعض، ومعلقه سمنه بلدي ويدوني طعم. ده هيتغرف بقى بطريقه دلوقتي هتعجبك قوي، هتصوريها قبل ما تاكليها. حلوه قوي دي، جايه معايا. هتصوريها قبل ما تاكليها. الله، العدس بيتكلم مصري يعني. والاكله دي تعتبر شتويه، لحمه مفرومه ضاني او كندوز تبلت بالبصل او التومه. عدس طبعا كلنا عارفين واخد الشعار المصري ان هو معروف من الاكلات الشتويه. الرز بتاعنا حاجه عامله زي المعدوس كده من المطبخ الخليجي الاماراتي الكويتي السعودي اللي بنوجه لهم تحيه كبيره، اسمه المعدوس. بياخد بصل او تومه بس بيبقى شويه ايه في صوص يعني. ناخد الكشري ده كله ونسويه كده. شيل دي من هنا خلاص. اللهم صل على النبي. لازم نضغط عليها بالراحه كده، حاجه جديده. تاخد الشكل الهندسي الدائري. معايا سرفيز التقديم دلوقتي، يلا نصلي على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل ده من هنا، نوسع نفسنا. عايز الصورة الحلوة دي يا شفيق بالله عليك حبيبي. اهو السرفيس ده، اللهم صل على النبي. ونجي هنا كده، صلي على الحبيب. حط ده هنا كده ونشيل ده من هنا عشان مخرجنا يجيب الصورة الحلوة. في الأول وفي الآخر هو رز مصري وعدس مصري اشتريناهم من عند البقال، شويه اللحمه المفرومين اللي في التلاجه اللي باقيين من السمبوسه اللي باقيين من صينيه الجلاش. ده الكلام بقى بتاع البوغازي، خلي بالكم عشان الموضوع يقول لك بيكلف. ارفع كده
حلو. بالله عليك انت لما تقدمي الطبق ده لاولادك ولاسرتك ولضيوفك انت كلفت حاجه؟ جبت حاجه من بره؟ اه. ده الكشري بتاعنا. تستحق التقدير ام لا تستحق يا اخي الكريم؟ اه. عدس وعدس ورز والله العظيم يا اخوانا، ولحم مفرومه، كيس لحم مفرومه شالها في الثلاجه مزنوق ما بين اخواته، شويه لحم مفرومين باقيين من عندنا من صينيه جلاش. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ الله يبارك لك يا راجل. حلو. ناخد الفلفل ده كده عشان جوزي بيحب الحار. بس حماتي جايه النهارده ما ينفعش اخلي الفلفل اكل كله حار، اقوم اعمل له كده ايه؟ الغيه. مش ناسياك يا حبيبي. مش ناسياك يا نور عينيا. تطلع فاصل ولا تكمل؟ ولا نقل القرنبيط؟ طيب يلا. نبص على الزيت بتاعنا سخن، اللهم صل على النبي. ومعانا الخلطة المغازية. ومعانا صلصة الطرطور اللي هنعملها مع بعض. الأكل النهاردة فيه شوية إبداع. فيه حب. هناخد القرنبيط ده كده بسقطه هنا. شوفوا التفاصيل. طبعا أنا سبته فرصة أنزل المية بتاعته. بس القرنبيطية فيها طعم الكمون، فيها طعم الليمون. مش عايز أحطها في الخلاط، عايز أكلها. بدل ما يروح هنا احطها على بقي على طول، محطوطه في ميه مغليه يعني اتحضرت واتجهزت. هناخد كده ونقلب كده. والزيت عندي شديد، لازم يكون الزيت هنا سخن، خلي بالك. لازم الزيت يكون سخن، اوعى الزيت يكون بارد. مش هتستفيدي باي حاجه من اللي انا بعمله ده. وهتعرفي الزيت سخن ازاي؟ هقول لك حالا دلوقتي. ما تاخديش حته قرنبيط دي تحطيها، هتبوظ لك الزيت لو بارد. تعملي ايه؟ شفت حتة قرنبيط كده ما نزلتش الخلطة زي ما هي كده ونحطها في قلب الزيت. لا جاهز يا باشا. يلا توكلنا على الله. تسيبونا احمر القرنبيط بقى بالتركية بتاعتي وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اللهم صل على النبي. دي كمان على قد الزيت. ونسيبه مع بعض كده ما نقلبوش كتير. نصيحة مني، تعملي أي فرايد، أي مقلي، سواء سمك، سواء أرنبيط، سواء خضار، بتديله فرصة في الزيت ياخد الصدمة النارية علشان يبدأ التوبنج يمسك في الشكل الخارجي، وبعدين تقلبيه زي ما أنت عايز. ناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع لطبق السلطة. السلطة دي لازم وجودها على السفرة النهاردة لأن معانا عدس ومعانا طبق جميل جدا، فمحتاجين طبق السلطة يساعد على الهضم. ممكن تكون سلطة زبادي بالخيار، ممكن خاص بالزبادي أو باللبنة، تفاصيلها بعد الفاصل. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل ازاي نعمل قرنبيط مالي رقم واحد. ما تبوظيش ازازة الزيت لان ازازة الزيت دلوقتي لها قيمتها. ما تبوظيش القرنبيط اللي انت جبتيه ويشرب منك زيت. ما تبوظيش الخلطة اللي انت عملتيها التوبنج وتنزل في قلب الزيت، يبقى لا شفناه ولا استفدنا بيه الخلطة اللي هي فيها بيض والخلطة السحرية بتاعت المغازل. الحاجات دي كلها مطلوبة. ازاي اعمل ده كده؟ السر في تاني هقول الخلطه. الخلطه اللي انا بقولها دلوقتي وانا ماسك بقلي القرنبيط، اكتبيها ورايا. 5 معالق دقيق، معلقه هرميه شكل الهرب يعني معلقه عاليه، معاهم 2.5 معلقة من النشا برضو نفس المعلقه وعاليه. حطينا معلقه فلفله حلوه اللي هو الهريسه حمراء، بهاراتنا ملح وفلفل وكمون وشويه كركم عشان ياخد لون الاصفر الجميل الحلو اللون البرونزي. حطينا شبت، حطينا كزبره خضراء، بطين، حطينا ميه ساقعه من الثلاجه وميه ساقعه من الحنفيه في الجو الشتاء ده كده. وبعدين قلبنا الخليط كله مع بعضه، بهاراتنا ملح وفلفل، حمرنا شويه وهننزل بالتاني على ما نشوف مع بعض هنعمل طبق السلطه ازاي. تاكل زي ما انت عايزه. اللهم صل على النبي. ايه الصوت الحلو ده؟ ايه الجمال ده؟ ننزل في قلب الزيت. اوعى تنزلي دلوقتي، استني شويه، استنى الزيت يشد حلو شويه. لما تيجي تحمري سمك
او تحمري قرنبيط او تحمري بطاطس شلتي زي ما انا عملتي دلوقتي كده، ما تنزليش بالحاجه الا بعد شويه. الزيت يرجع ليه؟ لرونقه، لشكله التاني، يكون شويه فيه درجه ايه؟ حراره. اهو حلو. هنعمل دلوقتي الصلصه الجميله الحلوه اسمها صلصه الطرطور الجميله الحلوه، هعملها لحضراتكم دلوقتي. عباره عن طحينه، عصير ليمون، بقدونس، شويه كمون، شويه شطه، في واحده صغيره هنا دي بتاعتي. الخلطه دي ما تترميش، الخلطه ممكن تعملي بيها حاجات كتيره، تعملي بيها فراخ، تعملي بيها جمبري، كل حاجه. الخلطه دي ما تترميش يا ست الكل، انا ضد التبذير في البيت. شيليها في كيس وحطها في الديب فريزر، شيليها وحطها في التلاجه زي ما انت عايزه. حلو. طيب تعالوا نعمل الصلصه دي بسرعه، عشان الارنبيط ده من غير الصلصه دي هنحس ان هو يتيم، مش يتيم اب وام، يتيم الطعم. ادي الطحينه، شويه كمون كده معايا، شويه بقدونس حلو قوي. لسه ما خلصتش، انا هعمل صلصه لطيفه جميله تاكلي صوابعك وراها. معلقتين من الزبادي يا ويلي، هو ده الملح بتاعنا، عصره ليمون، الله، شويه دي صلصه الطرطور بتاعتنا اللي هنقدمها مع الاردبيط. وميه ساقعه مش ميه سخنه، ونعناع اخضر، نعناع يابس معانا. نقلب كده. خلي بالك باللي بعمله ده. حلو، نشيل الميه دي كده، ومعانا ايه؟ شويه ميه دافين عشان الطحينه تاخد لون الابيض. بصي بياضها، على طول بتبيض. تمام، نقلب دول مع بعض، قليل من الخل والزيت. شفت الصلصه مكوناتها كتير قوي، اكتر من 10 حاجات. الله. قوام كده زي الفل، ما تبقاش تخينه قوي، خلي بالك. شيل كل ده كده، معانا النعناع اليابس اهوت، النعناع ده عشان ريحه التوم اللي انا حاطه، لازم توم ني في قلب الصلصه دي. حطينا توم ني، بنحط على طول نعناع يابس ونقلبهم كده. الله، تغمسها هنا وبألف هنا وشفا. ناخد الأرنبيط اللي اتحمر ده كده، نغرفه في الطبق ده كده، الشكل عجبنا قوي على فكرة. نشيل الطبق ده من هنا، عايز اعمل السلطة دي ضروري عشان حضراتكم تشوفوها، لأن السلطة دي على فكرة تساعد على الهضم. دي الصلصة الجانبية للأرنبيط المقلي. طريقة التقديم النهاردة مختلفة، أنا بس عايز أوصل رسالة إن نفس المقادير اللي بتشتغلي بيها كل يوم، الفراخ، لحمة، أرنبيط، خضار، بتنجان، لازم تغيري من طريقة التقديم اللي بتقدمي بيها الأكل عشان جوزك وأولادك ما يملوش. جو لطيف. تمام، السلطة مع بعض نعملها إزاي؟ معانا اللبنة والزبادي، بنحضره، سكينة. نعم، هنشوف دلوقتي. عينيا خص ده زي الفل، دول كفاية حلوين قوي. خص البلد ده يا اخوانا تعظيم سلام لطعمه، أنا بحبه جدا. ناخد الخص ده يتقطع كده بالسكينة،
طبعا الغسل يتغسل كل واحده لوحديها. شفت الغسل؟ اه الله، السكينه نازله بتتكلم مصري. شفت الصوت ده كده؟ بص 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 الصوت ده، يا ويلي الصوت ده انا محروم منه. خس الكابوتشا كل ما اروح الاقيها هي بس خلاص. شوف حتى الخس البلدي واحنا بناكله بتحس له جرشه كده، كانك بتاكلي فوزد وحلبي. اهو ناخد الخس ده كده نحطه هنا كده، لطيف. الزبادي معانا اهو، نحط عليه شويه نعناع. سلطه لطيفه هتعمليها بالليل، جوزك عايز ياكل، ولادك عايزين ياكلوا سلطه حلوه كده. جوزك مش عايز يتعشى، حبيبي انا عارفه انك انت بتتعشاش متاخر، خليني اعمل لك سلطه طعمها حلو، هتنام مستريح، مفيش ارتجاع من الريق، مفيش مشاكل. ده عصير ليمون، شويه زيت زيتون. ايه القرنبيط في الزيت؟ مش لاقي هم، وطلعها دلوقتي اول بخرج ده ما يقول لك وقتك خلص. زيت زيتون، نقلب دول مع بعض. اللهم صل على النبي. ده هينزل على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ على فين؟ على الزبادي؟ على فين؟ على الخس. اه يلا بص بص على الحلاوه، هو ده. اه الخس من الورقيات، والسبانخ من الورقيات، والجرجير من الورقيات، اللي اول ما بتشم ريحه الصلصه لو فيها زيت بتهبط على طول، وعصير ليمون بتلاقيها هبطت على طول، شخصيتها هنا بتنعدم. طبق نغرفه بسرعه كده اهو. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه ولازم تقلبها كويس. خدتها نغرفها كده. اللهم صل على النبي. كلفتنيش. ممكن تعملها خيار، مش عايزها خس، اعملها خيار، بس اذا في خس بلدي نصيحه مني اعملها بالخس البلدي. اه ريحه النعناع اليابس اللي هو الناشف الحلو ده، اللي بيجي لك هديه، ده حزمه نعناع من الراجل الطيب اللي بيبيعه في الاشاره. خديها اغسليها وعلى مفرش ابيض، حلو الكلام، ونشفيها في قلب البلكونه، خليها عندك هتعجبك وهتنفعك وقت اللزوم. سلطه زي دي كده تعملي كوبيبه، تعملي خرب النعناع، كوبايه شاي في العصار بالنعناع. اه السفره بتاعتي بسيطه النهارده وسهله، فيها تفاصيل كتيره غير مكلفه، بس الفكر الطهوة هنا هو المكلف. مكلف ايه؟ مكلف حب، مكلف شغف. شفت القرنبيط ده كده اتحمر شويه مني لان انا بحبه شويه مقرمش، خلي بالك. لا ده انا بس العكس، والله العظيم يا شفيق انا بحبه كده. لا بص سامحني، انا بحبه مقرمش اهو اهو، وملاح بيحبه مقرمش اهو. قبل ما اطلع بقول لي يا شيف ممكن تسوي لي القرنبيط ده زياده شويه، احب صوته كده يحس ان هو بياكل سمك فيليه. اه شوف الصوت ده، شوف الصوت ده. اه 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 حاضر يا فندم اهو. طبعا الملاح هيتخصم عليه، استاذ احمد عوض النهارده هنا اهو يترقب. شفت؟ بالله عليك ما نورتش الطبق، بالله عليك قول الحقيقه. هناخد بعضينا دلوقتي. آه لا مش فاصل، احنا خلصنا خلاص. عايزيني ولا ايه؟ جيبوا له واسطه. مطبخنا النهارده رؤية، فن، ابداع، خبرة طهوية بأقل تكلفة مالية. قدرنا نخش المطبخ ايا كان المطبخ، عربي، مصري، غربي، ولكن كل المقادير من خير ارضنا مصر. اذا كان الرز، العدس، لحمة المفرومة من عند جزار حبيبنا، خس بلدي والبلدي يوكل. عملنا سفرة متنوعة في التقديم وفي الشكل، مختلفة تأكيدا، والطعم كمان طعم تاني. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.